العراق يكون خالي من الإرهاب والتطرف وكذا. نسأل الله أن يخلي أيامنا كلها عيد. نسأل الله يا رب أنه يتمم الفرحة على كل المسلمين ويجمع شمل الأمة الإسلامية، خصوصا أطفال المسلمين في الدول اللي لربما ما فرحوا فرحتنا، إخواننا في فلسطين، إخواننا في السودان، إخواننا في سوريا، إخواننا في العراق. الساعة 8 إن شاء الله. كل سنة نتمنى أن تكون ليبيا مزدهرة ومجتمعة ومتفقة ومتفاهمين وما فيش أي اختلافات إن شاء الله. دائما يكون عندك امل، اذا ما فيش امل الناس بتفنى. نحن عايشين على الامل.